وفاة الفنانة المصرية ولاء فريد. أعلن الفنان محمود عامر منذ قليل وفاة الفنانة ولاء فريد، حيث كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: توفيت إلى رحمة الله تعالى الفنانة الإنسانة ولاء فريد، وتم دفنها منذ قليل في بنها، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. ورحلت الفنانة المصرية ولاء فريد عن عالمنا بعد عام من وفاة ابنها عمرو الحموي من زوجها السيناريست محمد الحموي بعد صراع مع المرض. ولاء فريد ممثلة مصرية بدأت بالمسرح والسينما، ثم ركزت في مسلسلات التلفزيون وخصوصا المسلسلات الدينية والسهرات التلفزيونية، ومن أبرز أعمالها مسلسل أحلامك أوامر مع مجدة زكي، وأسلحة دمار شامل مع هالة صدقي، واختطاف مع مصطفى فهمي ودلال عبد العزيز، وفوازير جيران الهنا بطولة نادين، والمرأة في الإسلام. ومن أعمالها السينمائية أفلام الحريف للزعيم عادل إمام، امرأة بلا قلب بطولة سهير المرشدية، وصانع النجوم بطولة محمود ياسين وسهير رمزي، وعشر على عشر بطولة مديحة كامل ويحيى الفخراني، ودقة زار بطولة فريد شوقي وسهير البابلي، وخطة الشيطان بطولة سهير رمزي وكرم مطاوع، وغيرها الكثير من الأعمال.